مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الحوار الخاص الذي نستضيف فيه الكاتب والمفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق للحديث عن الأوضاع التي يعيشها العالم العربي من المحيط إلى الخليج. أستاذ منير شفيق، مرحبا بك معنا في هذا الحوار الخاص. مرحبتين أهلين أستاذ منير شفيق. يعني كيف تقرؤون الوضع الآن في العالم العربي وإلى أين يسير؟ طبعا هناك جانبين بقراءة الوضع العربي. جانب بتعلق في الوضع العربي نفسه، مشاكل الوضع العربي وين رايح، وفي بعد مدى تأثير هذا الوضع القائم على نضال الشعب الفلسطيني وعلى حقوق الشعب الفلسطيني وعلى المواجهة الدائرة في فلسطين. فيما يتعلق بالقسم الأول، لا شك أنه في وضع مؤسف ووضع غير طبيعي، وإن كنت أنا أرى يعني قد يخرج منه إشي إيجابي، أنه أصبح الآن الدولة العربية ضعيفة ومفروض يصير في تغييرات لتقويتها. الوضع العربي يعني له حساب آخر وحكي آخر، لكن أنا أرى بالنسبة للقضية الفلسطينية، أنا بعتبر أنه القضية الفلسطينية الآن والنضال الشعب الفلسطيني يمر في أفضل مراحله من خلال 100 سنة، أو على الأقل خلال 70 سنة الماضية اللي هي ذكرى النكبة الفلسطينية. الآن الوضع الفلسطيني وضع جيد، حتى بسبب سوء الأوضاع العربية، لأنه ضعف النظام العربي الآن فقد سيطرته على القرار الفلسطيني، فقد سيطرته على التحكم في الوضع الفلسطيني، أصبح منشغل بذاته ولم يعني ممكن نستنتج على أن الوضع في العالم العربي الآن انعكس إيجابا على القضية الفلسطينية من حيث لا يريد. يعني الآن الوضع العربي، الضعف الآن الموجود في الوضع العربي، الارتباك في الوضع العربي يتيح للشعب الفلسطيني الآن أن يتسلح في غزة وأن يصمت في غزة إلى أقصى الحدود، وأن يعلن مسيرة العودة الكبرى، ويتيح لأهل القدس أنه ينتفضوا ب100,000 شاب وشابة وناس ضد البوابات الإلكترونية وينتصروا خلال 12 يوم يفرضوا إزالتها، ويتيح الآن أن تتفجر انتفاضة كبرى في الضفة الغربية تفرض دحر الاحتلال تفكيك المستوطنات. هذه وقائع، هذه صارت في ظل أستاذ شفيق. يعني الوضع في الأراضي الفلسطينية سنتحدث عنه بعد قليل، لكن خلينا نتكلم عن الوضع العربي. يعني تكلمت وقلت على أن الوضع العربي، الدول العربية ضعيفة الآن. هذا الضعف يعني رجح كافة المخططات الإسرائيلية في المنطقة. كسؤال يطرح، هل العالم العربي بات يفتقد لزعماء سياسيين ذو توجه قومي يدافعون عن قضايا الأمة؟ لا، أول شيء هو لم يرجح قدرة إسرائيل، هو هذا الضعف. إسرائيل نفسها ضعيفة، لم تعد تستطيع أن تستفيد منه، ووضع أمريكا أيضا لا يستطيع أن يستفيد منه. اللي عم بقدر يستفيد منه هو بالدرجة الأولى الشعب الفلسطيني واقعيا، ولذلك أنا بتصوري لازم يصير في انتباه في التحليل. إحنا في السابق، بس هيك الصورة سريعة، في السابق كان النظام العربي متحكم في الوضع الفلسطيني. يعني هو عندما كان الشعب الفلسطيني يخوض نضاله ضد الغزو الصهيونية وضد الهجرة الصهيونية بين 1918 ل 1948، كان الوضع العربي تحت الاحتلال، وكان غير قادر ينجد الشعب الفلسطيني وغير قادر يسلح الشعب الفلسطيني، وكان في 100,000 جندي بريطاني موجودين في فلسطين جردوا الشعب الفلسطيني من السلاح وفرضوا إقامة الكيان الصهيوني. هذه في المرحلة الأولى. الوضع العربي في المرحلة الثانية كان واقع تحت ابتزاز الجيش الصهيوني، كان في أي لحظة الجيش الصهيوني يستطيع. نعم، ولكن كانت القضية الفلسطينية دائما في صلب اهتمامات يعني الدول العربية. يعني حتى الآن، يعني كسؤال، يعني حتى الآن اجتماع الدول العربية صارت بدون طعم وبدون مذاق، يعني حتى قراراتها تقتصر فقط على التنديد الشفوي. يا سيدي، الوضع العربي السابق مع الاحترام لذلك الوضع لم يمنع قيام دولة الكيان الصهيوني، لم يمنع هجرة الشعب الفلسطيني، ولم يستطع أن يفرض عودة الشعب الفلسطيني، لكن كان على الأقل يعني يمثل مصدر إزعاج للاحتلال. لا، ما كان يمثل مصدر إزعاج، كان يمثل مصدر كبت للشعب الفلسطيني أنه يواجه الاحتلال،
يعني أنت إذا أخذت من سنة 48 لل 67 الشعب الفلسطيني كان غير مسموح له أن يتحرك كشعب فلسطيني، ولما قامت منظمة التحرير بال 64 قامت حتى يعني تغطي قضية عدم القدرة العربية على تحويل مجاري نهر الأردن لما الكيان الصهيوني حاول يشتغل هالشغلة. اثنين، متى الوضع العربي شوي بدأ يدعم الوضع الفلسطيني؟ بعد 67، بعد ما هزمت الجيوش العربية في معركة 67 وراحت كل سينا ووصلوا لقناة السويس، أخذوا الجولان، والوضع العربي أصبح محتاج للمقاومة، أعطيت المقاومة بعض الفترة أنه إحنا بدنا المقاومة وإلى آخره. بعدين عاد الوضع العربي انتكس، الدول العربية أجت اعترفت بقرار 242، يعني اعترفت بالتنازل عن 78% من الأرض العربية، وصارت تفرض على الشعب الفلسطيني أنه يقبل بهذا التنازل ويقبل بحل الدولتين ويقبل يروح على أوسلو. هي اللي دفعوا يروح على أوسلو ولا لا؟ فالوضع العربي ما كان هالوضع العظيم في مواجهة الكيان الصهيوني، ما صحيح هذا الكلام، وبالعكس له كان، لكن ولكن كان على الأقل يعني ما كناش كن ممكن أننا نشوف بعد القرارات الأجرية أو بعد يعني مثلا القرار الأخير ديال الرئيس الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إليها، يعني هذا قرار ربما استغل وهن وضعف الدول العربية اللي صار ربما أكثر من قوتها من قبل. بس خلينا نشوف في الأساس قامة دولة إسرائيل، هذا القرار شو له قيمة لو ما كانت إسرائيل محتلة للقدس؟ شو له قيمة لولا كانت ماخذ الضفة الغربية؟ شو له قيمة إذا مش محتلة الجولان كانت؟ فالمشكلة حتى هذا القرار، الدول العربية وينها إذا هذا بدك تحكي أنت في هذا القضية؟ كل هذا ما منع. هلأ منيجي لهذه المرحلة، أنا برأيي حتى في هذه المرحلة هذا القرار صحيح أنه قرار يعني مدان وضد مصالح الشعب الفلسطيني وفيه يعني تفاني أو إذا بدك الموقف الأمريكي مع الموقف الصهيوني، ولكن تعال نشوف هذا القرار معزول، هذا القرار أمريكا واقفة لوحدها بتبني في، راحوا على مجلس الأمن 14 دولة بما فيهم الأوروبيين وقفوا ضد ترامب. يعني هذا ليس له مثلا تأثير كبير على مسار القضية الفلسطينية؟ له تأثير عكسي، لأنه هذا حرك الشارع العربي بعد ما كان فيه هناك عدم اهتمام في القضية الفلسطينية، من طنجة لجاكرتا قامت ملايين المظاهرات. نعم، ولكن على مستوى القيادة، يعني مستوى القيادة الآن، يعني مثلا خذينا مسلسل المصالحة الفلسطينية الآن يعني كنشوفوا أنه وصل طريق المسدود، يعني بعد ما كانت بوادر ديال أنه ممكن يعني مشي تكون مصالحة فلسطينية بين حركة فتح في الضفة وحماس في غزة، الآن الأمور وصلت إلى طريق المسدود. يعني من المفروض أن مثل هذا القرار يعني يدفع في الاتجاه أن تكون مصالحة فلسطينية. لا هو اللي صار في فلسطين الآن أنه مشروع أوسلو كله فشل، مشروع التسوية كله دخل في طريق مسدود، كل الخط اللي كان يريد أن يصفي القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وعلى أساس إلى آخره، هذا كله فشل، وهذا شيء إيجابي مش سلبي، يعني أنا ما ببكي عليه هذا، بالعكس الآن الوضع الفلسطيني مضطر أنه يوقف ضد أمريكا، بينما كان محمود عباس يروح يرتهن عند أمريكا ويترجاهم يجوا يشتغلوا، هلأ عم بيعتبر أمريكا غير صالحة لأن تكون تلعب دور سياسي في التسوية. هذا أنا بشوفه إيجابي، لأنه أمريكا هي الصهيونية، أمريكا موقفها صهيوني، فبالتالي ليش إحنا عمال نقول إنه إحنا في الوضع السلبي؟ إحنا كان الخطر إنه يقدروا ينفذوا مشاريعهم، ما يقدروش ينفذوها. لكن هي تقارير تتحدث عن فتح السفارة الأمريكية بشكل رسمي الأسبوع المقبل في القدس. طيب بس خلينا نشوف لما بيجي على القدس راح يصير، هيتواجه ويتبهدل صحته، وراح يصير في نهوض شعبي. الوضع الفلسطيني الآن وضع متفجر، وضع يقاتل من أجل العودة. أنت ليش ما بتشوف الوجه الآخر للصورة؟ هلأ هم كل عمرهم هم محتلين القدس وبيهودوا في القدس لهم يعني خلينا نقول 50 سنة، من 1948 من 1967 وهم بحاولوا يهودوا القدس وهم مسيطرين. هلا امريكا اجت اعترفت، طيب هذا الاعتراف ودين من كل العالم ودين من كل الدول العربيه وما حدا قدر يدافع عنه، هذا قرار ما ولما بده يجي يفتح السفاره
راح يواجه انفجار في فلسطين، انفجار يعني شعبي. يعني كسؤال، ما هي السيناريوهات المحتملة لو تم الإقدام على هذه الخطوة وفتح السفارة بشكل رسمي في القدس؟ راح تبدأ تفجرات كبيرة شعبية، وصولا إلى انتفاضة شعبية شاملة تفرض على الاحتلال أن يتراجع وأن ينسحب من الضفة الغربية والقدس كما انسحب من غزة وكما انسحب من جنوب لبنان. هم الآن في حالة الضعف ونحن في حالة الهجوم. هذا اللي عم بيعمله ترامب هذا عمل أحمق عم بفيدنا. صحيح أنه إحنا يعني ما منرحب أنه يأخذ هذا الموقف، ولكن اللي فعلوا إيش ترامب؟ اللي فعلوا خرب قضية التسوية، صفع الناس اللي هم مؤيدين إله، كل العرب أو الفلسطينيين اللي كانوا بدهم أمريكا وماشيين مع أمريكا واللي حتى بروح يهرولوا الآن عند أمريكا، كلهم صفعهم ترامب، قال لهم تفضلوا بدكم تعترفوا أنه هذا القدس يهودية. مين قل لي مين اللي استرجع يقول آه إحنا من أيد ترامب؟ أعطيني واحد بس، مش بس في البلاد في فلسطين، في فلسطين لن يجد فلسطيني واحد هو واحد الشعب الفلسطيني ضده. ما بتوجد عربي بيسترجع يقول لا القدس لازم تروح عند إسرائيل. حتى المهرولين شوف أنت صحافتهم، شوف مش الصحافة، شوف الإذاعات تبعتهم، شو موقفهم من الانتفاضة اللي عم بتصير في غزة. طيب اتركك من هذا كلياته، كل الاجتماعات في للجامعة العربية، اجتماعات وزراء العرب، اجتماع التعاون الإسلامي، مؤتمر التعاون الإسلامي في هيئة الأمم، في وضع القضية بمجلس الأمن، كل المواقف ضد ترامب. طب شو أنا شايفه يعني هاجم؟ بالعكس أنا شايف أمريكا في أضعف حالاتها مش في أقوى حالاتها، ونفس الشيء. لكن ولكن في الجانب الآخر يعني مثلاً بالنسبة لقوات الاحتلال يعني تعتبر أنه انتصاراً في 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 حربها ضد الفلسطيني وضد العرب. يعني وين انتصرت؟ هل في الماضي انتصر؟ بتحكي عن الماضي أنت، بتحكيش عن هلأ. إحنا الآن عم نرد عليه. نحن الآن انتقلنا من مرحلة النكبة والبكاء على النكبة إلى بعد 70 سنة إلى مرحلة الهجوم. نحن الآن شبابنا وبناتنا والجماهير في غزة بالإضافة إن هي قاعدة عسكرية جبارة موجودة، من ناحية تانية عم تعمل انتفاضة سلمية، عم بتروح على الحدود، عم تفتح الشريط، عم بسقطوا الشهداء، والشهداء مصرين مش عم بخافوا لا من الرصاص ولا خايفين منه. يعني هذا الكلام هل ممكن؟ لا، وهذا هذا حيروح للقدس، على القدس. هذا واقع. هذا شو شعر؟ شو دخل الشعر؟ هو الشعر المتخلف، هذا سابق الشعر. هلا اللي انت عم بتشوفه في غزة رغم انه في جوع، رغم في حصار، رغم كل اشي، بس في انتفاضة. ما انت عندك كأس من الماء في نصفه ملآن ونصفه فاضي. انت يعني بدك تشوف إن شقيق. يعني كلامي في الاتجاه، يعني كلامك هل يمكن ان يؤشر على اندلاع حرب بين الاسرائيليين والفلسطينيين؟ مندلعة، مش حرب، مش ضروري حرب بالمعنى الحرب. اذا بدون يجوا على غزة بتندلع حرب. لا اتكلم عن الحرب مسلحة. لا، الحرب المسلحة يتفضلوا على غزة، بغزة بتواجههم، وغزة فيها أنفاق بمئات الكيلومترات، وانتصرت في 3 حروب انتصرت غزة، ما قدروا يواجهوها، وفي جنوب لبنان مش قادرين يواجهوا جنوب لبنان، نفس الشيء. والآن الصواريخ كلها عم تزرع حوالي دولة الكيان الصهيوني مش قادر يعمل شيء. في سوريا هلأ بتزرع الصواريخ ضد الكيان الصهيوني، وبتزرع في الضفة في غزة، وبتزرع في لبنان، والكيان الصهيوني عمال يطلع. الآن الكيان الصهيوني بحاجة يعمل حرب حتى يمنع هذه، مش قادر يعمل حرب لأنه ما عنده قدرة الآن يحتل، انتهت المرحلة هذه. 2، إذا بده يستخدم قوته التدميرية، صار في قوة تدميرية تضربه في عقر داره. لأول مرة الحرب ممكن تنتقل لتل أبيب وليافا ولحيفا وللمناطق اللي محتشد فيها الكيان الصهيوني. الآن لأول مرة إذا ضرب المطار في لبنان مثلا كما كان يفعل في السابق، الآن يضرب بن غوريون، يعني مطار بن غوريون. الآن يعني أستاذ شفيق، يعني تتكلم عن هذه الحرب بنوع من التفاؤل وتتكلم عن ضعف الجيش الإسرائيلي، يعني كيف ممكن نقتنع بهذا الكلام وإسرائيل يعني أول دولة تحتوي أو تتوفر على أسلحة نووية في المنطقة؟ طيب أنا عم بحكي لك، إحنا إذا بتصير حرب نووية تتفضل، إذا بتقدر. ما بتقدر تعمل حرب نووية ضد الشعب الفلسطيني هي ولا لا؟ هاي الحرب النووية بتنفع لبلد تاني. إذا بدهم يضربوا غزة بقدروا يضربوها بالقنبلة النووية هم على سبيل المثال؟ ما بيقدروا، يعني علميا يستحيل، لأنه بتيجي عليهم النووي بينقل عليهم. النقطة الأساسية مش هون،
انت بتقول لي انا كيف بدي اثبت؟ هل انت تنكر انه ب 2006 الجيش الاسرائيلي فشل في جنوب لبنان؟ هذا هم معترف فيها مش انا، هو عمل تقارير. تقدر تنكر انه صار في حرب ب 2008 و 2009 وفشل الجيش الاسرائيلي ب 2012 و 2014؟ طيب هذه اربع حروب وينه؟ هذا احنا ب 56 لما كان يكتسح غزه، يعني كانه ماشي على الكورنيش، كان يكتسح غزه كانه ماشي على الكورنيش ويروح لسينا ويوصل لقناه السويس وسكر قناه السويس. هلا مش قادر يدخل على غزه ومش قادر يدخل على جنوب لبنان. انت بتذكر ب 82 احنا لما كنا في جنوب لبنان مش احتل واحتل بيروت وقعد 82 يوم يقصف في بيروت، 82 يوم يقصف في عاصمة. يعني هذا القصاب اللي تعيشه المنطقه والعديد من دول المنطقه يعني ليس من الممكن ان يسهل ماموريه الجيش الاحتلال. بخلي سهله مش مسهله، انت عم تفترض شيء بتغلب اماني. هلا اذا بتقول انا بحكي، انت اللي بتحكي شعر، لانه انت اليوم لما بتعتقد انت عايش في الماضي. انسى الماضي، ما عادش فيه الجيش الاسرائيلي كالماضي، انتهى. يتفضل انا ما لكن هناك مخططات تتحدث يعني عن مساله تقسيم المنطقه وعن مشروع سيكس بيكو جديد. وين يتفضل فرجونا يا ينفذوا اشوف يتفضل وين في سيكس بيكو جديد؟ ولكن القاعده اثبتت يعني على مدى التاريخ ان المخططات خصوصا المخططات الصهيونيه ما كتكونش فقط مخططات على الورق، يعني كتكون مخططات وتطبق على ارض الواقع. المخططات حتى تطبق بدها جنود يطبقوها. لما عملوا سايكس بيكو ولما عملوا وعد بلفور كان في هناك جندي فرنسي في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وجندي بريطاني قاعد في مصر وقاعد بفلسطين، قدروا يعملوا مخططات. هلا مش موجودين. ولما كانوا بعد احتلال الضفة الغربية والقدس والتوسع لسيناء والجولان كان الجيش الإسرائيلي جيش قوي. إذا واحد برفع راسه بقول له أنا باجي بدخل على عاصمتك بضربك. هذا كان الواقع صحيح اللي أنت كنت تحكي، بس الماضي هذا كان في الماضي. هذا انتهى من 2006، يعتبره انتهى من 2000 انتهى. الآن الجيش الإسرائيلي لم يعد عمل محاولة يحتل لبنان، فشل. وكان محتل جنوب لبنان طلع بدون قيد أو شرط، صح ولا لا؟ وكان محتل غزة وطلع بدون قيد أو شرط، ولا بأخلاقه طلع انه بطل بده؟ ما هو احتل 30 سنه و40 سنه وعمل مستوطنات ودفع فلوس. وهلا يعني ممكن نعتبر هذه الفتره هي بدايه اندثار ولا بدايه تقهقر القوى الاستعماريه في المنطقه. كما انت قدامي، كما انا اراك، ارى انه وصلوا اعلى ما عندهم لان بداوا بالانحدار. هلا كم ياخذ هذا الانحدار؟ مش مشكله. عرف كيف؟ ما مشكلة، يأخذوا قد ما بده. نعم، والدول العربية مستعدة قادرة أنها تستغل هذه الفرصة؟ لا، الدول العربية ضعيفة ومشغولة بحالها، وهذا إلى وجهين. هي مضرة. أنا بتمنى الوضع العربي ينقلب، بتورد الوضع العربي يتوحد يصير وضع قوي يصير في الهجوم، ولكن هذا الوضع العربي مشكلته. بس أنا ما عمري ببكي على وضع عربي هو كان غير قادر انه يواجه المشروع الصهيوني. هو اللي كان يضغط على الشعب الفلسطيني يقبل بكل التسويه. مين اللي خلى الوضع الفلسطيني، اللي خلى الشهيد ياسر عرفات يعترف بأوسلو؟ مش الحصار العربي اللي كان عليه والضغط العربي اللي كان عليه، ولا لا؟ يعني ما لقوا برر ذلك، يعني لا اوافق انه له مبرر انه يعمل هيك. لكن اللي عمل اتفاق أوسلو واللي ظنوا انه القضيه انتهت وانه خلص الفلسطينيين مشوا وقام الدوله طيب مش هذه كلها اوهام صارت وقائع؟ انا هلا بتفكر انه بس تفاؤل، ما عنديش تفاؤل. انا عندي اعتمد على الوقائع. اذا في وقائع بتدعو للتفاؤل انا مع التفاؤل. فرجيني وين الكيان الصهيوني بيقدر يواجه حتى امريكا. امريكا اخي انتبه الان، مزبوط هذا قاعد يهدد وبده يعمل القدس. شو يعني انت اصلا مش قادر تنفذ اشي؟ بتروح انت هلا بقدر انا يمنع اروح يزور القدس ولا يفتح محل؟ بقدر يفتح يعني بدايه اعاده بناء السفاره. نعم استاذ، يعني هذا الوضع يعني يجرنا للحديث عن مؤشر الديمقراطيه في العالم العربي. ويعني هذا الموضوع يعني كتبت فيه وتكلمت فيه يعني كثيرا. كسؤال يعني كيف يمكن بدايه يعني كيف يعني تقيم مؤشر الديمقراطية في العالم العربي كسؤال أول وبعدين يعني ندوز لسؤال ثاني؟ شوف الوضع العربي يعني الآن في مرحلة جديدة.
هذه المرحلة مش ناضجة للانتقال لحالة ديمقراطية حقيقية لسبب بسيط، لأنه في للديمقراطية شروط. هي ليست قصة إن نروح على صناديق الانتخاب وننتخب، هذه مسألة أقل إشي في الديمقراطية هذا وأضعف إشي بالديمقراطية، وهذا اللي صار بعد يعني التجربة تاعت تونس وتاعت مصر وتاعت يعني في هذه التجارب كلياتها. حتى يصير في عندك ديمقراطية لازم الدولة العميقة تكون مع الديمقراطية، الجيش لازم يكون مع الديمقراطية، المخابرات لازم تكون مع الديمقراطية، لازم يكون في هناك اتفاق وطني بين كل الأطراف، مصالحة كبيرة على الديمقراطية ونتائجها. وهذا حتى يصير بده يصير اتفاق على السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، هذا مش متوفر لسه حتى الآن. لا الجيوش ناضجة إنها تحترم الديمقراطية، ولا في هناك اتفاق وطني عام على إيش السياسة اللي لازم تتبع في الخارج وإيش السياسة اللي لازم تتبع في الداخل. وبالتالي لاحظ أنت الفرق أنه في ناس يعني أستاذ هذا هو اللي خلاك تقول على أن يعني قلت في أحد في إحدى المقالات أنا لا أحبذ استخدام كلمة الديمقراطية لأن أحيانا تحمل الكثير من الغموض، ومن حق شعوب العالم الثالث والشعوب الإسلامية أن تبحث عن صياغها. طبعا لأنه الديمقراطية أخي مش بس انتخابات، مش بس كيف بيعملوا في بريطانيا وفرنسا. انت الان لازم تشوف مثلا في بريطانيا او بفرنسا صارت ثورات حتى وصلوا للديمقراطيه. الديمقراطيه ما صارت، مرت على مراحل كثيره، مش انه هي شيء جاهز معلب بتجيبه كانك بتجيب سياره بتركبها. هذه مشكله بدها تغييرات عميقه في المجتمع، تغييرات عميقه في ميزان القوى الخارجي والداخلي. هلأ في محاولة تغيير في موازين القوى، هلأ بتنجح بتفشل، بتصير في تقدم في تأخر فيها. يعني المجتمع العربي يمتلك هذه الوسائل من أجل تغيير أفق الديمقراطية حقيقية؟ لا هلأ لسه ما في ظروف ناضجة الآن. لما يكف التدخل الخارجي فعليا وهذا يحتاج إلى سنوات، ولما يصير مصالحات داخلية يصير في اتفاق على مصالحات داخلية، ولما الدولة العميقة تبطل تتغول بطريقة لا تسمح لغيرها أنه يكون موجود، ممكن يصير مجال للديمقراطية. فهلأ في صراع بهذا الوضع وأنا ما شايفه قريب، يعني هذا بده يأخذ وقت حتى يصير، لكن بالنهاية لازم يصير إذا بدك ديمقراطية. يعني أنت اليوم مثلا ما بتقدر تنام بالليل أنه بدك أنت تتحالف مع أمريكا وتقوم بالصباح في نتائج انتخابات بدك تلغي تفتح الحرب على أمريكا. كيف بيصير؟ بده يصير اتفاق على الاستراتيجية الخارجية، بده يصير اتفاق على الاستراتيجية الداخلية على النظام الداخلي، لأنه بده استقرار كمان. الديمقراطية مش تنقل البلد من حالة لحالة، الديمقراطية بتحافظ على الاستقرار لنظام معين، بتحافظ على سياسته الخارجية. نعم هذه الدول ليس فقط الدول العربية ولا الدول الإسلامية، كونها دول إسلامية هل البيئة يعني البيئة ديال الدول الإسلامية مشجعة على الـ على الـ على تنزيل أفضل للمبادئ الديمقراطية؟ شوفي المشكلة لا وعي، لا قصة فكر ولا وعي ولا رغبات. المشكلة مشكلة موازين قوى، موازين قوى داخلية وخارجية وإقليمية، هي اللي بتسمح إنه يصير ديمقراطية أو بيصيرش في ديمقراطية، مش الرغبات. هلأ مثلا صار في مصر مش صار في انتخابات، ليش ما انضربت هاي الانتخابات؟ ليش تغيرت؟ في تونس كادت تنضرب نفس الشيء، في بلاد تانية يعني في معادلة بدها تصير إلى علاقة موازين القوى. اللي ما بفهم في موازين القوى ما يحكي عن الديمقراطية، يفكرها بس إن الناس تحكي هيك وتتفق إنه بنعمل ديمقراطية. وموازين القوى بتعكس مصالح، مصالح كبرى. فإذا كان في عندك أنت موازين قوى مناسبة حتصير ديمقراطية. هلأ ما في موازين قوى، الدولة لساتها متغولة وما بدها تقتنع أنه الشعب لازم يعمل تغيير، والتغيير كمان الشعب مش مقتنع إلى أي مدى بده التغيير. نعم يعني تكلمتي على الفكر، يعني كسؤال هل المفكر العربي بشكل عام سواء مسلم أو غير مسلم يعني لعب دوره كاملا يعني مثلا في تثبيت مسألة الديمقراطية وفي الدفاع عن قضايا الأمة؟ والأستاذ منير شفيق خير مثال، هل المفكر العربي لعب دوره كامل؟ أنا مش من الناس الذين يبالغوا بدور الفكر. هلأ في ناس فكروا القصة قصة فكر، مش قصة فكر. أنا زلمي دائما أقول إنه المشكلة مشكلة موازين قوى،
والفكر بتبع موازين القوى، وإذا بده يلعب دور لازم يغير في موازين القوى، يعني يكون باتجاه تغيير موازين القوى، لأنه مش بس قصة إنه لأنه بالنهاية في سلاح في قوة حتى بيننا وبين العدو. هلأ بيننا وبين الكيان الصهيوني، ليش إلي ساعة أنا عم بحكي على موازين القوى إنها تغيرت، تغيرت في فلسطين باتجاه إنه ممكن يصير انتفاضة. نفس الشيء الآن في بلاد العربية في ميل كبير لإحداث تغيير، بس موازين القوى حتى تستقر. ونفس الشيء في الغرب، في الغرب أنت فكرك صارت الديمقراطية بين الدخول في معركة. هلأ في الغرب أنا بعتقد مش قصة إنه والله في وعي وفي تفاهم، في موازين قوى في الداخل وفي سيطرة عالمية بتسمح لهم يعملوا ديمقراطية، عندهم الرفاهية الكاملة. إحنا كان ممنوع عنا الديمقراطية، الغرب نفسه كان منعها، مش إنهم موافق عليها لأنه كان في سيطرة وبده ينهب. وإذا بدك تعمل ديمقراطية الشعب حيعمل قوى متحررة ضد ضد الاستعمار وضد السيطرة وضد الصهيونية. هلأ أنت بتقدر تعمل في الضفة الغربية ديمقراطية للناس بيقبلوا بالاحتلال، بيقبلوا بالاستيطان، بيقبلوا بتهويد القدس، فلذلك بيقدروش يعملوا ديمقراطية إذا يعني يحتكموا للديمقراطية. فهذه مشكلة، أولا لازم نحل مشاكل موازين القوى، نشوف الصراعات وين بدها تروح. هذه بتولد بالنهاية إذا صار في إن شاء الله تطور، ومش بس إحنا عندنا مشكلة الديمقراطية، عندنا مشكلة الوحدة العربية، لأنه كمان ما في إمكانية يصير في نهوض اجتماعي واقتصادي في الأمة بدون ما تكون على الأقل في سوق مشترك. كل التجزئة الآن عائق كبير في طريق نهوض الأمة. نعم، يعني الإشكال في هذه النقطة تجزئة أستاذ منير شفيق أنها أصبحت برعاية وبغطاء الدول العربية. يعني كيف تقرؤون هذه المسألة؟ يعني من قبل كانت التجزئة تكون خارجية، يعني المخططات تكون خارجية، الآن صار في دول عربية ترعى هذه المخططات. ولذلك الدول العربية إذا بتروحش للسوق المشتركة، تروح للتكامل الاقتصادي، تحل المشاكل فيما بينها، ما في نهوض عربي. اليوم أنت بدك، مش بدك سوق، إذا بدك تعمل هون في المغرب صناعة، سواء نفترض صناعة سيارات، صناعة حديد، أي بدك، مش بدك سوق كبيرة. طيب هذه السوق إذا ما كانش عندك اتحاد مغاربي واسع، على الأقل سوق مغاربية واسعة، سوق عربية واسعة. المشكلة اللي بدك تشوف، أنا برأيي لا تحل مشاكل التنمية ولا مشاكل الفقر ولا مشاكل النهوض ولا أي مشاكل إلا إذا صار في هناك سوق عربية مشتركة، تكامل عربي، تفاهم عربي، على القليلة إشي شبيه بأوروبا، أو على الأقل هالجامعة العربية هذه تنفذ قراراتها. هلأ إذا الدول العربية كل دولة بدها تشد أن لوحدها، أنا برأيي ما في إلا مستقبل، لأنه هيك هذا مش اللي عم بيصير، أنه كل دولة بدها تقلع شوكة بإيدها وتتصارف مع الغرب لوحدها. طب أنت لما بتيجي بدك تعمل اتفاق مع الفرنسيين أو بدك تعمل اتفاق مع الأمريكان أو تدخل في موضوع التجارة الدولية وإلى آخره، طب في فرق بين ما أنك أنت كمغرب تواجههم كلهم أو كجزائر أو كتونس أو يعني في اتحاد قوي. يعني كان مفهوم أستاذ منير الشفيق، يعني بعد ما تكلمنا على الوضع في العالم العربي والوضع في الوضع والقضية الفلسطينية، نمر للحوار الأخير ونتكلم عن شخص الأستاذ منير الشفيق. يعني أنت أستاذ كنت من الشباب ذو التوجه الماركسي والديانة المسيحية بعد التحول إلى الإسلام. يعني كسؤال يطرح، يعني ما الذي، وأنتم كنتم شباب ذو توجه يساري، ما الذي كنتم تبحثون عنه ولم تجدوه إلا في دين الإسلام، أو ما الذي يعني أغراكم في دين الإسلام؟ أنا الحقيقة أنا إذا بتحكي على مستواي الشخصي، ما يعني الانتقال اللي صار عندي ما كان سببه أسباب تقول روحية أو عاطفية، أو يعني مش زي ما بتصير مثلا مع روجيه جارودي مثلا أو غيره أنه يشعر أنه هو بده إشي روحي وبده إشي إلى آخره. أنا فلسطيني كنت إلي علاقة بالمقاومة، دخلنا في مرحلة المقاومة اللي كانت موجودة في زمان منظمة التحرير والفصائل بدأت تنتكس حتى وصلت لأوسلو. أنا بهذيك المرحلة صرت أرى أنه في هناك طاقة إسلامية كبيرة ممكن إذا انضافت إلى المعركة تعطي زخم جديد للصراع ضد العدو. هذا كان الدافع الأساسي أنا وإخوان إلي. فإحنا بدأنا، يعني أنا دخلت على موضوع الإسلام من ناحية حضارية، من ناحية تاريخية، من ناحية
التراث من ناحية يعني هذا التوجه كان شخصي يعني خاص بشخص الأستاذ منير شفيق ولا كان توجه ديال جماعة أو تيار؟ تيار كبير كنا احنا تيار كبير الحقيقة. احنا انتقلنا للموضوع الإسلامي بس على مراحل. المرحلة الأولى احنا صرنا نشوف انه هذا تاريخنا، هذا شعبنا مسلم وبده يشتغل ويناضل وإلى آخره، وفيه طاقات كبيرة لازم تنزل إلى الميدان. بعدين صارت قصة التغيير في العقيدة يعني، والنقاش العقيدة والنقاش الإسلام ككل إلى آخره، هذا كان مرحلة تانية. بس الدافع الأساسي كان بالبداية أنه نعطي زخم جديد للمقاومة في مواجهة العدو الصهيوني. لكن ولكن كانوا يعني شباب من أبناء جيلكم يعني اللي كانوا ذو توجه ماركسي وديانات غير الإسلام، ودافعوا عن القضايا المستضعفين في بقاع العالم ككل يعني طبعاً. ليس فقط في العالم العربي. بس للأسف وصلوا للمرحلة بدأوا يتراجعوا فيها. يعني احنا بهذيك المرحلة لما قامت الثورة الفلسطينية قامت على أساس في يعني جزء كبير وطني ويساري، وكان حتى إبعاد للعناصر الإسلامية خلينا نقول من سنة 68-67 لحتى 82. بعد 82 أنا برأيي بدأ هذا الموج اللي تحملوا مسؤولة المقاومة وأنجزوا إنجازات كبيرة وقاوموا، بدأوا يميلوا للمساومة وبدأوا يخرجوا من مشروع المقاومة. هون صار في تفكير يا إما نستمر في المقاومة يا إما بدنا نخرج. فهون بدأ الإسلام يتحرك، أجا وقته، أجا أنه يلعب دور كمان، تصير في توازن في المجتمع بين كل القوى. أنا مش نفي لليسار، يعني إحنا التحول مش نفي للقوى الوطنية ولا القوى القومية، يعني إحنا كنا بنشوف أنه لازم يكون في تحالف أو مكان يسمي الجابر الكتلة التاريخية. خلينا نقول الكتلة التاريخية العربية مشكلة إذا بنترجمها سياسيا، في اجتماعيا طبعا معروف إلى دور كبير، ولكن أو حتى اجتماعيا، ما هي إذا اجتماعيا في أغلب الجماهير المسلمة يعني إذا بدك تحكي بهذا الكلام يعني بشكل عام، ولكن على المستوى السياسي إذا بنحكي على الكتلة التاريخية بدها تكون مشكلة من القوى القومية والقوى الإسلامية والقوى اليسارية والقوى الوطنية المحلية. هذه بتشكل الكتلة التاريخية لازم تتوحد. كان في نقص في الساحة الفلسطينية وحتى بالساحة العربية لدور إسلامي يعني يكون مكمل ومشكل للكتلة التاريخية. يعني ممكن نفهم كلامك على أنه الإسلام يعني علاقتكم به في ذاك الوقت كان يقتصر فقط على كونه يعني محرك للثورات وللجماهير. هذه البداية بس مش معناته انتهت هون، ما انتهت هون. يعني أنت إذا بدك تنتقل أحيانا من عقيدة لعقيدة أو من دين لدين بتنتقل على مراحل، ومش بالضرورة الدافع اللي دفعك يضل هو الموجود. ولكن ماذا عن الناحية الإيمانية والناحية هذه اللي تتشكل المرحلة اللاحقة، هذه اللي تشكلت من ناحية تانية لما أنت بدأت تضع نفسك على أرض الإسلام وتقبل بالمرجعية الإسلامية وتقبل أنه الإسلام له دور، بصير هون النقاش أنه طب وين العقيدة، وين علاقتك بالعقيدة. هون هدول الكتلة اللي كنا احنا موحدين كلياتنا فيها، في ناس ما قدروا يروحوا على العقيدة وفي ناس راحوا مبكرا. يعني هذه مسألة شخصية ما ليست مسألة جماعية، يعني تبقى كل شخص ما بتقدر تأخذ فيها قرار هذه جماعي، ما بتقدر تأخذ فيها قرار جماعي، لأنه احنا عنا أولوية انه نضل في قلب المقاومة، نضل موحدين. ولحد الآن انه ما لازم يكون الإسلام عامل تفرقة بين القوى اليسارية والوطنية والليبرالية الوطنية والقوى القومية والآخر، لازم يكون عامل موحد أيضا. فهلأ اللي بده يروح للعقيدة ويتمسك يتمسك مشكلته وبيمشي فيها، أما ما بتصير هي الشرط للقيام، الشرط الوحيد للقيام. هون بيصير التطرف، هون بيصير المغالاة، أعرف كيف. هلأ الوضع اللي احنا بدنا إياه إنه هذه الكتلة الكبرى الشعبية اللي مشكلة من يسار ومن وطنيين ومن قوميين ومن إسلاميين، هذا زي ما عم بيصير عندكم انتم هون في المغرب، عندكم كثير من الآن التحالفات وعم تتشكلوا فيها اللي يصير في تعاون بين الجميع. يعني الهدف في نهاية المطاف هو خدمة الصالح العام وخدمة القضايا الوطنية. طيب هذا هدف الدين. طيب الدين مش هدف، الدين فيه هدف انك تروح على الجنة ويخدك على الجنة وطيع الله، وبل كمان ايضا هدفه المصالح العليا للناس، مصالح العليا. يعني القضاء على البطالة مش من الدين، القضاء على الفقر مش من الدين، التحرر من السيطرة الخارجية مش من الدين،
تحرير فلسطين مش من الدين، الوحدة العربية مش من الدين، شو كيف الدين يعني، وهذا ملوش علاقة في الموضوع، على الأخص الإسلام، فالإسلام هذا جزء منه. فإحنا ما كنا يعني، أنا ما عدت أشعر إن أنا كنت غريب عن هذه القضايا. يعني إذا كان أول فكر أنت إنه أنت بدك تحارب الكيان الصهيوني بسبب وطني فلسطيني أو بسبب عروبي أو بسبب يساري، إنه هدول عملاء للاستعمار أو قاعدة للاستعمار ومش عارف شو بهذه الطريقة، طيب هلأ أنت لو دخلت على الإسلام بتصير لك إضافات، بس هذه موجودة، كل الدوافع هي موجودة، فما فيها مشكلة. كلام واضح. أستاذ منير شفيق الكاتب والمفكر الفلسطيني، شكرا جزيلا على السيدة الرحب وعلى هذه التفاصيل. الشكر موصل لكم أنتم أيضا المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. موعدنا يتجدد في لقاء قادم مع ضيف جديد وموضوع جديد. إلى اللقاء.